أنت تاجر؟ تسافر كثيراً ولك أصدقاء صينيون؟ تريد أن تربح أكثر مما كنت تربح في الماضي؟ إذن هذا الفيديو لك، لا تغلقه. هل تعلم أنه كان هناك قديماً تجار مثلك دخلت دول شرق أسيا الإسلام بسببهم؟ فلا تضيع الفرصة على نفسك. الآن أنت أيضاً تستطيع أن تساهم في التعريف بالإسلام، ولكن أنا ليس لدي المعلومات الكافية عن الدين لكي أعرف به غيري، لذا سهلنا وقصرنا عليك الطريق. كل ما ستفعله هو أن تدل صديقك على موقعنا الإلكتروني silkroaddialogue.com، وهناك فريق من الدعاة المتخصصين متواجدون للحوار المباشر مع صديقك الصيني بالحكمة والموعظة الحسنة. وبهذا تكون ربحت مرتين، مرة ربحت فيها المال ومرة ربحت فيها الأجر.